بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الانجيل بتاع النهارده احب الاول اقول لكم يمكن فكره ما اتكلمناش فيها كتير، فكره عن القرايات بصفه عامه. دي مقدمة للكلمة، بس احنا شوية مش بنتكلم في الحكاية دي، فمهم ان احنا نبقى عندنا تصور قرايات الكنيسة ماشية ازاي. اولا احنا عندنا اكتر من كاتامارس، الكتاب ده اسمه كاتامارس. يعني ايه كاتامارس؟ كاتا يعني بحسب، ماروس النصيب، او يعني بحسب الجزء المحدد لان احنا نقراه. طبعا انواع، في اكتر من كاتامارس في الكنيسه، في كاتامارس الاحاد. كاتامارس الاحاد تلاقي مكتوب عليه الاحاد، يبقى لما يجي النهارده نشوف النهارده يوم حد نطلع الكاتامارس ده. النهارده يوم اربعة، في كاتامارس تاني للايام. طبعا اليوم الاساسي في الكنيسة يوم الرب، يوم الحد. عشان كده الكنيسة رتبت قرايات محددة في كل يوم حد بنظام معين، ده اللي هكلمكم فيه كمقدمة للتأمل في إنجيل النهاردة. فالأحد لها نظام معين، يعني احنا في شهر مثلا أبيب، ايه القرايات في فترة في شهر أبيب قبله وبعده؟ ده اللي هكلمكم فيه. لكن الاول نعرف في كتمارس للاحد، كتمارس للايام. كتمارس الايام بيبقى مرتبط بقديس اليوم، يعني لما القديس بتاع اليوم يكون مثلا شهيد، فنلاقي الانجيل لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. لما الانجيل يبقى بطرك، يبقى البطرك راعي، فيبقى الانجيل بتاع الراعي الصالح. لما الانجيل يبقى عن واحده من السنكسار وعن واحده من القديسات، يبقى الانجيل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات، وهكذا. ده النظام كتمارس الايام. يبقى كتمارس الايام القرايه بترتبط بقديس اليوم. الكتمارس الاحاد له نظام هتكلم فيه دلوقتي. بعد كده في كتمارس الصوم الكبير، ده كتمارس لوحده، له ترتيب معين. الأحد اللي هي اسبوع الاستعداد، التجربة للابن الضال، السامرية، المخلع، المولود أعمى، وبعدين حد الزعف، وبعدين الاسبوع الألام. اسبوع الألام له قرايات برضو خاصة بيه. كتمارس الخمسين يوم اللي بعد عيد القيامة برضو كتمارس لوحده. فبالتالي احنا النهارده نيجي نشوف احنا في ايه، احد ولا ايام ولا خمسين ولا صوم كبير، بنطلع الكتاب المناسب للوقت. هنتكلم عن الاحاد، ايه النظام بتاع كتمارس الاحاد ماشي ازاي. يقولوا انه كتمارس الاحاد متقسم بحسب التعبير الكنسي المهم اللي احنا بنقوله واحنا بنختم بيه صلواتنا. الكلمة اللي انتوا بتستنوها عشان تخرجوا، ايه الكلمة اللي بتستنوها عشان تخرجوا؟ محبة الله الاب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم، امضوا بسلام. مش كده؟ طبعا مش عايزين يطول عشان تسمعوها بسرعة، وانا هحاول اعمل كده على قد ما اقدر. طب ايه ازاي التقسيمة ديت؟ محبة الله الاب تتجلى في تدبيره للخلاص. فنلاقي السنة تبتدي أول أربع شهور توت بابا هطور كيهك. كيهك ده شهر إيه؟ ها؟ شهر العد، ست العدرة. وليه؟ لأنه بينتهي بإيه؟ بعيد الميلاد 29 كيهك. فيبقى الفترة ديت الأربع شهور الأولى من السنة، وده بالمناسبة موسم الزراعة. موسم الزراعة اللي هو وضع البزار، موسم الزراعة. فموسم الزراعة يرتبط محبة الله الآب بتدبير اللي دبر لخلاصنا بأنه أرسل ابنه الوحيد متجسدا. فدي أول أربع شهور من
السنة. الجزء الثاني من السنة ده الصوم الكبير، ده المسيح اللي جه، اللي خدم، اللي تقابل وعمل معجزات، اللي تقابل مع السامرية، اللي شفى المخلع، وانتهى الأمر بصليبه وقيامته، وبعدين أفرحنا بالقيامة. دي فترة الصوم الكبير والخمسين، دي حوالي برضو قرب الأربع شهور أو ثلاث شهور ونص. دي الفترة الثانية اللي ترتبط بنعمة الابن الوحيد، نعمة الابن الوحيد. وده موسم الحصاد، انه المسيح قدم ذاته علشان نكون احنا ايه، باكورة من خلائقه. وبعدين الفترة الاخيرة اللي احنا فيها ديت شركة وموهبة وعطية الايه، الروح القدس. فنلاقي فيها صوم الرسل وعيد حلول، تبتدي بعيد حلول الروح القدس، وبعدين الصوم الرسل، وبعدين عيد الرسل، الكنيسة. فتلاقي القرايات عن عمل الروح القدس، القرايات عن الخدمة والخدام وعمل الرسل في خدمتهم. دي فكرة عامة عشان نفهم القرايات ماشية ازاي. طب النهاردة ايه علاقة القرايات دوت؟ ايه علاقة القرايات ده؟ طبعا الكلام ده يسري على كل القرايات، انا بس حبيت اديكم فكرة ان شوية احنا مش بنتكلم في النظرة العامة دي، بحيث ان احنا نبقى متابعين ايه ليه القراية دي النهاردة؟ ايه السبب؟ وايه ليه القراية دي قبلها كذا وبعدها كذا، وليه في الوقت دوت؟ وقلنا الفترة الأولانية اللي هي مرتبطة بالزراعة، الزرع البزار وكده، وبعد كده الحصاد. الفترة الأخرانية اللي هي احنا بنقول فيها حتى أشية مياه الايه، مياه النهر، وديت الفترة بتاعت فيضان نهر النيل. طبعا القراية شوية مرتبطة، لان احنا الكنيسة القبطية مرتبطة بمواسم الزراعة بتاعت مصر، لكن احنا لما جينا هنا بقت في امريكا بقينا نقول الاواشي كلها على بعض، نقول أهوية السماء وسمرات الأرض ومياه النهر وزروع العشب ونبات الحق، كلهم إيه مع بعض، لأن المواسم إيه مختلفة. يعني نتكلم عن إنجيل النهاردة وارتباطه بالفكرة ديت إيه. يقول لك إنه التلاميذ راحوا المسيح قالوا له من هو الأعظم في ملكوت السماوات، مين الأعظم في ملكوت السماوات؟ ودي فكرة تشغل قوي، مين الأعظم؟ ف المسيح، لان احنا بنتكلم عن عمل الروح القدس وعن خدمه المسيح وقياده الروح القدس للكنيسه، فعايز يقول لنا انه اهم شيء يساعد عمل الروح القدس هو ان الانسان ما يبقاش بيحسب نفسه ايه، شيء. اعتقد ان ابونا يوحنا الاسبوع اللي فات كان بيكلمكم عن ايه، انه لست احتسب لنفسي ولا لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينه عندي لكي اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع. كل ما الانسان يحتسب لنفسه ويحسب نفسه شيء، كل ما ربنا ما يعرفش يشتغل معاه، كل ما ربنا يعرفش يشتغل معاه. فعمل الروح القدس اكتر حاجه تشجعه الانسان المتضع او الاتضاع، واكتر حاجه تعطله هي الايه، هي الكبرياء، هي الذات. عشان كده تلاقوا انه الخدام بتوع ربنا، ربنا يختارهم ممكن يبقوا ناس بسطة، ممكن يبقوا ناس متعلمين، ولكن مهم شرط الشرط ان يكون الدرس ايه، او ان المتعلمين ايه، انهم مش حاسين بايه، بذواتهم. دايما نقول موسى ربنا علمه ايه، موسى كان يعني نفسه يعني منتمي جدا لشعبه، ولكن كان متكل على دراعه، فاكر انه يعني لما يقتل المصري هيخلص شعبه. فربنا قال لا، انا هسيبه يتوضب كده شويه، الشويه دي طلعت قد ايه، 40 سنه يتعلم، بعديها ايه ربنا يقول له تعالى بقى انا عايزك تخدم، يقول له لا خلاص تاخرت، انا كنت جاهز من زمان بس ما فاتش. نلاقي برضو انه القضاء، في سفر القضاء تلاقي ان واحد زي جدعون ربنا يقول له تعالى خلص، يقول له انا ده انا عشرتي هي الزله في منسى، سبط منسى يعني، وانا ما ينفعش ما اقدرش. وربنا لما يدعوه يقول له السلام ليك يا جبار البأس، يقول انا جبار بأس ده انا، ولا ده انا غلبان، يقول له انا هكون معاك. ربنا يختار واحد زي يفتاح الجلعادي، سفر القضاء برضه،
اختار واحد يعني ابن غير شرعي فيعني مرزول ومحتقر، ربنا يختاره ويصلي ويقول له رب انت تنصرني. صحيح غلط في فكرة انه ندر انه يقدم اول شخص، من ربنا ما بيطلبش ذبايح بشرية، ولكنه كان كلمته قصاد ربنا ما رجعش فيها. مش معناها ان ربنا قبل ذبيحة بشرية، لكن ربنا اللي يحسب ليفتاح انه نفذ كلمته لايه؟ لربنا. الخلاصة انه من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ مين الأعظم؟ رد المسيح كان إيه؟ ردود المسيح، المسيح كان بيتسأل كتير، معلم، الناس شافوه بيعلم، بس هو كان المسيح يستخدم أسلوب تربوي، إيه؟ تربوي جدا، إنه يدي وسيلة إيضاح. المسيح كان يستخدم وسائل إيضاح، الأمثال كلها وسائل إيضاح، قصص. الأمثلة اللي كان يديها غير الأمثال، المثل كان قصة، حكاية، دراما، ويقدم عليها تعليم. إنما كمان الأمثلة، يعني مثلا لما يقول لهم بصوا طيور السماء، المسيح بيمشي في الحقول والناس حواليه في الخلا، فيقول لهم بصوا طيور السماء ما بتخزنش لكن ربنا بيقودها، بصوا زنابق الحقل، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. ففي المرة دي لما قالوا له من هو الأعظم في ملكوت السماوات، بص حواليه لقى طفل، قال له تعالى، جاب طفل وقفه، قال لهم إذا كنتوش ترجعوا تبقوا زي الطفل ده ما تدخلوش ملكوت السماوات. مين الأعظم؟ مين الأعظم؟ تخيلوا كده لو حد من الأطفال اللي دول قلنا الطفل ده عظيم، ها؟ عظيم إيه؟ هو حتى الولاد مش واخدين بالهم، ها؟ لكن كل واحد حاسس إنه إيه؟ وانا معايا شهاده معينه، انا حققت حاجات في حياتي، انا التايتل بتاعي كده، قلت لكم قبل كده في ناس يهمها القابها قوي، دايما في شخص يقدم نفسه انا الدكتور فلان، انا المهندس فلان، انا مش عارف ايه فلان، مهم قوي اللقب عنده. ليه؟ لانه ده بيديله ايه؟ بعض الاشباع والرضا. ولكن المسيح قال لهم ايه؟ ترجعوا تبقوا زي الطفل ده، ده الأعظم، ده أكتر من كده، قال إن ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. طب ليه؟ عايزين نتكلم شوية في حكاية إيه؟ الطفولة ديت، يعني إيه الطفولة؟ هل مطلوب إن إحنا ما نبقاش عندنا تمييز؟ ما الطفل برضه يعني فكره وإدراكه ضعيف قليل، هل ده المطلوب؟ قال لا، الإنجيل يقول كونوا أطفالا في الشر. يعني إيه كونوا أطفالا في الشر؟ يعني قصاد الشر ما تفهمش، ما عرفش. يعني تحكى قصة انه الانبا ابراهام مرة جاء، يعني ما عرفش كان لسه كان اسقف ولا قبل ما ولا هو لسه راهب، غالبا هو اسقف يعني او في بداية اسقفيته، حد راح له في مشكلة عائلية، وكان الموضوع ما بين يعني زوج وزوجة، وكلام تطرق الى ايه؟ الى مواضيع العلاقات الجسدية والكلام ده، فما كانش يعرف فرق بين الزوجة والبنت العذراء، مفهمش. ايش بقول؟ مطلوب ان احنا مبقاش بنعرف، بس اقصد انا بتكلم على ازاي الانسان يبقى ايه؟ يبقى في منتهى الايه؟ في منتهى النقاوة. الانسان مطلوب انه ما يعرفش يبقى مكار، ما يعرفش يبقى لئيم، ما يعرفش يلف ويدور، ما يعرفش يخبي، ما يعرفش. في واحد ما يعرفش يعمل ده لانه مش دي طبيعته. في واحد يقول لا الدنيا ما تنفعش كده، اصل الدنيا كده، تاخد من الدنيا، بتفهم في الدنيا، يبقى مش هترجع تكون مثل الايه؟ مثل الاطفال. فكونوا اطفال في الشر، الانسان قصاد الشر يبقى زي الطفل، ما يفهمش. الاطفال ما يعني لا تعرف تكره، نشوف الطفل كده، الاطفال يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض، وبعدين تلو دقيقة واحدة تلو بيلعبوا مع بعض تاني، في هو كده، هو كده يشلوش. فاحنا مطلوب ان ده المستوى اللي احنا ايه؟ نكون عليه. كونوا اطفالا في الشر وفي الاذهان كونوا كاملين. يعني الانسان يعرف ويفهم ويميز ويتعلم في الذهن يبقى كامل، لكن قصاد الشر يبقى طفل. تقول لي طب انا خدت حاجات كتير من الدنيا،
اتعلمت مثلا اخبي واخاف من الناس ومش عارف. كل يوم الواحد كل ما ياخد من الدنيا ياخد حاجات ايه سلبيه، زي ما نقول الاطفال يلعبوا بعض ما يعرفوش ده ولد وده بنت، ما يعرفوش ده غني وفقير، ويلاقوا بعض بسهوله. يعني شوفوا مثلا طفل جاي جديد تلاقيه بيلعب مع ولد وده لسه ما بيعرفش غير عربي، والولاد بيعرف انجليزي، يلعبوا مع بعض ما عندهمش مشكله، لا لغه تمنع ولا مستوى اجتماعي يمنع ولا فرق جنسي يمنع. فالاطفال بمنتهى البساطه زي ما بقول دايما يكبرهم احنا نعلمهم، ما تلعبش مع ده، خلي بالك من ده، فيكبروا وياخدوا ما ياخدوا. احنا بقى مطلوب ان احنا نرجع لايه؟ نرجع للطفوله ديت. الطفوله ديت يقولوا انها قامه روحيه، يقولوا عليها قامه الطفوله. يعني يقول لك فلان ده وصل لقامه الطفوله، اللي هو ما يشيلش من حد، ما يعرفش يكره. يعني انا شفت ناس شقارة، يعني في ذهني راجل لسه عايش كبير في السن، ممكن يبقى يتنرفز، ممكن يبقى شديد، لكن تثق انه لا يمكن يكون شايل من حد. ممكن ده اللي بيخلي ناس ممكن تحتمل منه احيانا يغضب، فينا ضعفات، لكن في نفس الوقت للثقة انه لا يحمل في قلبه ذرة ضغينة ناحية حد، بتخلي حتى لو اتضايق او اتنرفز على حد الناس تعديها وما تتضايقش ابدا. عايز اقول انه فتحس انه في شخص وصل لقامة الطفولة دي، وده مستوى عالي ان الانسان يبقى زي الايه؟ زي الطفل في الايه؟ في التواضع. لما اتكلموا عن من هو الاعظم في ملكوت السماوات، وكانت دي فكره شغل التلاميذ، حتى هم كانوا يمشوا مع بعض يتشكلوا مع بعض مين الاعظم. اكيد كل واحد يقول انا عملت كذا، انا سويت كذا، انا المقرب من المسيح، انا اللي لما سال ماذا يقول الناس اني انا اللي قلت، ده بطرس يعني، انا اللي قلت انت هو المسيح ابن الله الحي. واحد يقول ده انا خرجت شياطين، واحد يقول، كل واحد اكيد كان بيقول حاجه عشان يقول انا الاعظم. والمسيح سالهم، كنتوا بتسالوا بتتكلموا في ايه؟ كسفوا، هم عارفين طبعا هم بيتكلموا في ايه. فقال لهم بصوا، رؤساء الامم يسودونه والعظماء يتسلطون عليه. الرؤساء دايما يبانوا بشكل السياده، اسياد يعني، يتسيدوا على الناس، والعظماء يتسلطون عليهم. الناس الشخص العظيم يعني كتير قوي يقول لك ده فلان بيشغل شركة عنده 1000 واحد بيشتغلوا تحتيه، دي علامة انه ايه يعني he's running a big business، يعني واحد بيشغل بيزنس كبير، فعنده 1000 واحد، لو 2003 يبقى هو حاجة كبيرة قوي. دي حسابات ايه؟ العظمة. والناس تبص للشخص دوت نظرة مختلفة. لكن عند المسيح قال أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، من أراد أن يكون عظيما فيكون إيه آخر الكل، وأن أراد أن يكون عظيما يكون عبد للكل، وأراد يكون أولا يكون آخر للإيه؟ آخر للكل. نفسنا نعيش بالمنطق دوت ونفكر في الحكاية دي كويس، لأن ده ما دخلنا للملكوت السماء. إزاي نحب كل الناس؟ إزاي ما نحسش أننا إحنا أحسن من حد؟ يعني يحكى ان الانبا انطونيوس جاله فكر، في قصتين شكل بعض، واحده عن الانبا مكاريوس واحده عن الانبا انطونيوس. الانبا مكاريوس القصه المشهوره انه برضه حس انه مين جاله فكر عظمه او كبرياء، فمين زيي، مين في مرتبتي؟ فربنا كشف للانبا مكاريوس انه في 2 ستات بينهم محبه، متجوزين وعايشين في محبه، متجوزين اخين وعايشين في محبه شديده مع بعض، فربنا قال له دول في مستواك. القصة الثانية الأنبا أنطونيوس نفس الحكاية، فربنا أرشده أنه في خياط في اسكندرية كان يصحى الصبح يقول يا رب كل الناس يعني يبص على الناس وهي ماشية رايحة أشغالها ورايحة تشوف اللي وراها، يقول أنا أقل الناس كلها. ده إحساسه، تخيلوا كده أن إحنا اتكشف قدامنا صلاة شخص نعرف أنه عظيم، غني، مشهور، رجل أعمال كبير، ونعرف أنه الشخص دوت يقف قصاد ربنا يقول له يا رب انا ولا حاجه. تقول ياه، ده شيء جميل قوي ان الانسان يكون متضع بالشكل ده.
نفسنا يكون ده فعلا اللي جوانا، ان احنا غنانا حقيقي هو ربنا. وبالتالي لو انا حاسس ان غنايا هو ربنا، فانا ما عنديش حاجه تقدمني فوق حد ولا تكبرني فوق حد. واذا انا غنايا هو ربنا، فيبقى انا مديون بمحبه ربنا ليا، ان انا احبها لكل الناس بلا تفرقه. واذا كان ربنا احب كل الناس ابرار واشرار، صالحين وطالحين، زي ما بيقول انه منعم على الابرار والاشرار، على الصالحين، ومشرق شمسه على الصالحين والطالحين. طالحين يعني الناس اللي مش كويسين. اذا كان ربنا كده، انا كمان اتعلم احب الكل بلا تفرقه. وعايز اقول انه المحبه اللي بجد مش المحبه اللي انا بحب بيها الناس اللي بيحبوني، لانه ان احببت الذين يحبونكم فاي فضل لكم. نفسنا فكرة الأطفال دي تبقى قدام عينينا. نفسنا نبقى الأطفال فيهم اتضاع، الأطفال فيهم محبة، الأطفال فيهم بساطة. بساطة يعني إيه؟ يعرفوش ده الفرق بين الفلوس الكتير والفلوس القليلة. يعرفوش ده، ما يعرفوش ده. طبعا إحنا مضطرين، أنا مش بقول يعني مش كلامنا عشان يبقى كلامنا واقعي، إحنا محتاجين ندبر. لو الإنسان ما بيعرفش يدبر ممكن يبوظ حياته. لازم يعرف يدبر فلوسه، لازم يعرف يصرف امتى وما يصرفش امتى، ويقدر يجيب دي ولا ما يقدرش يجيبها. بس بتكلم ازاي انه ما يبقاش كل حاجه. كل ما الانسان يتشد للدنيا وللماده، كل ما يفقد ايه؟ يفقد براءته، ويبعد عن صوره الايه؟ الاطفال. زي ما بقول انه الانجيل قال كونوا اطفال في الشر، ولكن كونوا كاملين في الاذهان، في الذهن تكون كامل. فالإنسان المسيحي إنسان حكيم، بياخد حكمته من ربنا، بس حكمة من فوق، حكمة من فوق، حكمة مش بتاعت الدنيا. بالمناسبة على حكاية الحكمة، الإنجيل بتاع العشية بتاعت النهاردة، يعني العشية بتاعت امبارح بالليل، طبعا دي عشية الحد، كان المثل بتاع وكيل الظلم. وكيل الظلم ده راجل إيه؟ راجل بيبص لقدام بس بمنطق الدنيا، فيسرق بس بيبص لقدام. فربنا بيقول لنا اذا الناس اللي في الارض بيبصوا لقدام عشان ابديتهم، عشان ملكوت السماء، صحيح بمنطق العالم، بمنطق عدم الامانه، لكن انتم ولاد ربنا. ان ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم. يعني ايه؟ يعني ولاد العالم شاطرين في انهم يدبروا للدنيا، يفكروا لمستقبلهم الارضي، وباي طريقه، بالطريقة اللي تنجح، يعني تسرق، تتلاعب، ده طريقة الدنيا. طب وانتوا يا أولاد النور دعوتكم لإيه؟ دعوتكم للسماء. بصوا لقدام، افتكروا ان انتوا مش قاعدين في الإيه؟ في الأرض. افتكروا ان انتوا مش قاعدين في الإيه؟ في الأرض، لكن عينيكم على فين؟ على الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. واي حاجه تعطلني، الانجيل برضو النهارده قال فكره مهمه قوي، قال ان عثرتك عينك فاقلعها والقيها عنك، خير لك ان تدخل الى الملكوت اعور من ان يلقى جسدك كله في جهنم. ان عثرتك يدك فاقطعها والقيها عنك. طبعا ما يقصدش قطع الجسد، بتر الاعضاء من الجسد، لكن الخطيه. اي حاجه تعطلني اسيبها. هخسر فلوس، اخسر. اذا كانت الايه المكسب دوت ما يفرحش ربنا. اذا كان المكسب بتاع الفلوس يبقى على حساب خسارتي للمحبة، أخسر. إذا مثلا أي حاجة تعطلني أسيبها. يعني لو الشغل كتير قوي قوي زيادة، حد الناس اللي يسموهم الوركهوليك دول، الناس اللي واحد غرقان في الشغل هيضيع بيته، هينفصل عن أو يعني هيتقطع عن أسرته. أقول مش هقول أسيب الشغل، ممكن أقلل شوية، أقل الطموح شوية، مش مهم يجرى الداخل يقل شوية، لكن في الآخر في قيم أهم. وإيه؟ خلاص نفسي وعلاقاتي باللي حوالي، أشياء مهمة جدا محتاجين إن إحنا نحطها في إيه؟ في ذهننا، نفسنا إنه مفيش حاجة تعطلنا، إن إحنا عايزين ملكوت السماء، وبمنطق الإيه؟ بمنطق البساطة والاتضاع، زي ما الإنجيل إيه؟ زي ما الإنجيل علمنا. نفسنا يكون فعلا ربنا هو نمرة واحد في إيه؟ نمرة واحد في حياتنا. ربنا يدينا إن إحنا فعلا بنعمته نرجع لهذا المستوى
ونحافظ على ملكوت الايه ملكوت السماء. لإلهنا كل مجد وكرامه دائما ابدين امين. احنا كان في كم حاله وفاه الفتره اللي فاتت في مدام سوزيت والدتها كانت انتقلت من اسبوعين، ومدام سناء مرات الاستاذ جورج برضو والدتها انتقلت امبارح بالليل، والجنازه هتبقى يوم الثلاث والعزاء يوم الاثنين. الاماكن هنبقى ممكن نبعت لكم ايميل بالتفاصيل. كان في ايريني برضو يوقيم والدها توفى في مصر، فيا ريت ان احنا هم اعتقد يعني مدام سوزيت موجوده وايريني موجوده برضو نبقى نعزيهم. ومدام سناء زي ما قلت الجنازه هتبقى الثلاث الصبح في ماري مرقص كنيسه ماري مرقص، والعزاء يوم الاثنين بالليل. اتفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب يسوع نشكرك يا رب من اجل كلامك يا ربي الذي يقودنا للحياه، زي ما كان بولس بيقول لتيموساوس بيقول له انك تعرف منذ الطفوليه الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص. كلامك يا ربي اذا تمسكنا به وتمثلنا به نوصل يا ربي للسماء. لكن يا ربي في اشياء كتير دخلت حياتنا ودخلت طباعنا ودخلت افكارنا من الدنيا مش عارفين نخلص منها، لكن يا رب لينا رجاء انك انت تخلصنا عشان نقف قدامك زي اطفال نقول لك يا ربي كل معرفه خدناها من العالم ما توصلناش لحاجه، كل يا ربي امور خدناها من الدنيا شهادات او معرفه او فلوس مش هتنفعنا قدامك يا رب، ولكن نستخدم كل هذه الاشياء كعطايا اديتها لنا عشان يا رب اجل ابديتنا نقف قدامك زي الاطفال نقول لك يا ربي ما بنعرفش محتاجين نكبر وننمو، بس مش ننمو في معارف الدنيا لكن ننمو في الروح، ننمو في معرفتك، ننمو يا ربي في القامه الروحيه الى ان نصل الى قامه الطفوله. يا رب يسوع ادينا بنعمتك طهارة ونقاوة كل يا ربي خطية دخلت حياتنا يا ربي وتسلطت علينا وكان لها يا ربي أثر سلبي في حياتنا انزحها يا ربي من أنفسنا اللي احنا يا ربي قادرين نقاومها واللي احنا مش قادرين نقاومها، اللي احنا يا ربي نقدر نغلبها واللي احنا مغلوبين منها. انت يا ربي اللي تدينا القوة والغلبة والنصر. ادينا يا ربي ان احنا نفرح قلبك ونكون يا ربي مرضيين قدامك. بارك يا رب علينا وبارك يا ربي بارك يا ربي كل الحاضرين، نيح نفوس الراقدين واعطي تعزية يا ربي لكل الاسر اللي انتقل فيها حد من احبائها. هدي يا ربي تعزية وادينا كلنا استعداد ونفتكر ان كل ما حد يروح السماء ان احنا ممكن تطلب نفوسنا في اي وقت، وانه في هذه اللحظة لا يبقى شيء، لا الإنسان شهادته تقدمه قدام ربنا ولا فلوس ولا شيء إلا المحبة اللي قدمها. فعلمنا يا رب إزاي نقدم محبة عشان تفضل لينا رصيد يوم ما نخرج من الدنيا نلاقي رصيد. يا رب يسوع بارك علينا ببركة أمنا العذراء وبركة الملاك ميخائيل شفيع هذا اليوم وبركة وصلوات ماري مرقص وماري جرجس وكل مصاف القديسين. اقبلنا إليك عندما ندعو بالشكر قائلين أبانا الذي في السماء تتقدس اسمك يأتي ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض، خبزنا الذي نعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. والآن محبة الله الآب نعمة الابن الروحية شركة محبة عطية روح تكون مع جميعكم دو سلام سلام الرب يكون معكم.